بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن توليت مهمة إدارة التقنية في آخر السنة الماضية، كان شغلنا الشاغل مع الإخوان في المكتب هو ضمان بقاء فريق الأول في القسم الوطني الأول، لأن مرآة للمدينة. إذن أما الآن الحمد لله تفرغنا من سترة السياسة على مستوى المتوسط والبعيد، وهي سياسة تكوين. إذن ما دامت مدينة وإقليم الجديدة يزخر بمؤهلات بشرية وطبيعية، الآن الحمد لله مادية، فسنعمل بجد وعقلانية لاستغلال هذه الموارد ولا سيما الفئة الصغرى إن شاء الله.